شوف شوف كم اوردر جالي شوف شوف دي فلوس بقلوب شوف 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 من بعد غيابي حصل برمغة وسببي اكيد ميت فيلم اتلغى حسدوني وقالوا تفشى وطغى من يومها في ضرب ما في الزغزغة طب اشوف هدومي شوف 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 منحوس من يومي شوف 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 ده انا كنت لكومي شوف 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 عيني يا بيومي شوف 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 انا كنت لكومي عيني يا بيومي فوقوني لفضحتو مع المكشوف انا مش هسمح فيها بس انا علشان شفتو هعديها ده راجل متصاب يتقال له يا بابي ده راجل متصاب يتقال له يا بابي وعمل دور شاب اسمه اشروف نعم أخويا لا أفهم يعني إيه مخرج مش عايز ينزل يشتغل أفا أنا لا ده أنا المعلم عربي سقالة أتقالها منتج نزل فيك يا بلد يا ابن أنت نبه العيال دي تخف الماء شوية على المونة هتعذروا الله يخرب بيوتهم ألو بتقول إيه بيومي فؤاد مش عايز ينزل إيه اتخطف لا ده تلاقيه فيلم هو بس تلاقيه مقلق حبتين عشان ما خدش دفعه انت بس تروح عكمه هتلاقيه ينزل زي الرهوان صباح الفل على اجدع منتج في مصر صباح الخير يا اخويا انا جايب لك وجه جديد انما ايه اللي هتعمل دور السكرتيره اما جاب الغراب وريها لي اتفضل مساء الخير ازيك يا استاذ ده انت اللي استاذه قولي لي بقى علاقتك ايه بالسلمة والفيديو لا ماليش علاقه بالسينما والفيديو بس بشتغل مسرح مسرح بص انا شايف ان دور السكرتيله ده اللي عليها صح صح يا معلم حلو قوي بقول لك انت تعرفي تتكلمي فلاحي ايوه طبعا ده انا لبلب في كل اللغات اوريك يا حضره العمده ابنك حيمي ده حدفني بالسيفنديه ايه لا مية مية بص يا اخويا انت هتمشي اللي اسمها هند صبري دي والاخت دي هي اللي هتعمل الدور مكانها قسما بالله لا اعمل منك نجمه في خلال فيلم واحد بس تمام يا معلم بس هنصور ازاي وبيومي فؤاد مخطوف مخطوف يا دي انت بتصدق الافلامات دي والله العظيم مخطوف وطالبين فيه فديه كمان فديه في بيومي كام 6 مليون دولار 6 مليون دولار غير قطين طب سيبنا انا هتصرف هتدفع معلم تصدق وتؤمن بايه الخلق دي كلها ما في حد منهم بيتفصل على مليم الا لما اخلص الشغل انا ما بدفعش فلوس ياض انا بدي فرص